أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال زيارة مفاجئة إلى دائرة الأراضي والمساحة على ضرورة تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتقصير المدد الزمنية لها وإزالة أي عقبات بيروقراطية تحول دون ذلك بما يتواءم مع القانون. ووجه الخصاونة إلى السير في إجراءات أتمتة جميع خدمات دائرة الأراضي وفق معايير تضمن الحقوق وتقلص تدخل العنصر البشري وتحدث فارقا في مستوى الخدمات وسرعتها وتضمن القضاء على أي أنماط للتعدي على القانون. واستمع رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى إيجاز قدمه مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد صوافين خلال الخدمات التي تقدمها الدائرة والتحديات التي تواجه عملها والخطط المستقبلية لتطوير آليات العمل بما يدعم تسهيل الإجراءات والتسهيل على المواطنين. احنا اليوم قضايا ادخال الاتمته التكنولوجيا امر اساسي، ينبغي ان نسير في اطار رائد في سياق اتمته عمل دائره الاراضي والمساحه، ولكن وفق معادله ايضا تضمن تماما بان لا يصار الى اعتداء على ملكياتنا او اضاعه حقوق ملكيه، وبصراحه تقليص عنصر التدخل البشري الذي في احيان معينه قليله يكون في مجال الاجتهاد الخاطئ او اللي فيه مغالاة او في حالات يعني حقيقة لا تعد على اصابع الايد الواحد لا قدر الله يصيبها ويشوبها شبهات فساد في حالات نادرة.